على كل هلا يعني المربي دائما له اجتهاد، يكون اجتهاد جزئي، مو بيغير الطريقة بيساوي طريقة جديدة، بس له اجتهاد جزئي. أحيانا المربي بيعطي أذكار جهرية لمريد، هو طريقة نقشبندية بيعطيه لأنه بيلاقي أنه هذا بحاجة إلى هالدواء. يعني هو المعروف الدواء كذا وكذا، بس أحيانا في مريض بيحتاج لدواء إضافي، فبيوصف له ذكر جهري، بيوصف له بيقول له هاي الأمر افعله، هاي المخالفة للنفس لو ما هي داخلة بأصل الطريقة، لكن هو له اجتهاده كمربي، فبيعطيه هذا الدواء الجديد عشان ينهض بحاله، تمام؟ غيره بجوز ما يعطي. فلذلك يعني هذا الأمر بيرجع دائما ل الطريقة هيك وأصل الطريقة هيك. لكن أحيانا كما قال سيدنا علي عليه السلام وكرم الله وجهه ورضي الله عنه، قال إنها هنا لعلم، هون هون صار يشير لقلبه، لا أجد له حملة. قال ما عم لاقي واحد أهل يحمل اللي جوا عندي. وينه هذا الكلام؟ قالوا لكميل ابن زياد، قال إنها هنا لعلم، إنها هنا لعلما لا أجد له، أو لو أجد له حملا. ثم صار يتنهد يعني فلذلك نحن بنذكر الله، انت اذكر الله وريح راسك، شو بدنا الحكي كله؟ لا بدنا مشان نعرف حالنا وين واقفين وين ماشيين، ما هي اذكر الله وتوكل على الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.